ماشي مسيطرة أمشيك مسطرة جملة ايش شوية زيت على هاي يلا ديك زيت زيت هوبا دي صح خلاص شو مالك؟ شو هضمك على ايش كل هذا؟ ما هو مال حرام مال حرام صح؟ مال حرام والله ما حطيت ما شاء الله موي من بدنك ان شاء الله ايش كل هذا؟ ان شاء الله الحارق والمارق والسارق والفارق يا رب ان شاء الله بتموت يا رب خلص يا خلص لا 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 صلى الله صلى الله يا أم لا صلى الله شبشب انا اسمي محمد ابو مهادي فلسطيني من غزه عمري 23 سنه ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي ونشط الاطفال وبعمل محتوى كوميدي اول عمل عملته هو انا واصحابي كنا قاعدين في البيت وخطرت لي فكره حلوه وعملته ومنتجناه في بيت صاحبي اول عمل هذا عملته سكتش صغير ونزلته على الانستغرام وكان قبولي كثير يعني وناس وقفت معي كثير ونشرت لي اياه وحتى وصل لناس عدد كبير من المشاهدات العمل عباره عن ثلاث شخصيات بشخصيه واحده اللي هي الام والعريس والعروسه ليش دخلت العالم السوشيال ميديا لانه لقيت فيها هذا الاشي يعني هذه موهبتي من وانا صغير كمان كانت موهبتي كانت اطلع هين على مؤسسات على اشي واقدم المحتوى هذا التمثيل ليش دخلت السوشيال ميديا انا ما كنت بعرف من وانا صغير عندي الموهبه هاي الكوميديه كنت دائما هيك حتى بالمدرسه لما كنت بالمدرسه كنت اجمع اصحابي حوالي هيك ونقعد نضحك مع بعض وضحكهم وممثل تمثيل بدات السوشيال ميديا اول ما شفت يعني اصحابي عرفونا على الانستغرام والتيك توك كان اسمه ميوزيكلي برنامج التيك توك ودخلت عليه ومره على مره الحمد لله رب العالمين وصلت لجمهور عالي يعني حبت الناس محتواي وانا امثل حتى كنت اعمل فيديوهات مع امي وابوي لانه التواصل الاجتماعي اداني فرصه كبيره انه الناس تشوف موهبتي وبديت فيها وظهرتها للناس يومياتي كنت دائما انزل يومياتي مع اصحابي وهين فلقيت السوشيال ميديا هي اقرب شيء انها توصل رسالتي وموهبتي للناس كلها الموقف المعين اللي شهرني هو الموقف اللي عملت فيديو ثلاث شخصيات وانشهر بكميه كبيره في السوشيال ميديا حتى وصل لعدد 3 مليون مشاهده في خلال يوم واحد هذا هو اللي شهرني اداني دفعه كبيره اني استمر في هذا الشغله ومن بدايتها وانا بعمل ثلاث شخصيات وهيك وصرت انوع في المحتوى ليش اخترت اسم سكر واحد من اصدقائنا في الحاره بشتغل معاه كمنشط للاطفال مهرج فاول مره ما كنت بشتغل مهرج اجينا قعدنا حكى لي انت سكر وانا لوز حكيت له تمام ومن يومها لهلقيت وهي ملزقه فيا الله وكيلك الى جانب شغلي على السوشيال ميديا اللي هو التهريج المنشط للاطفال بطلع للاطفال بهرج لهم بضحكهم بعملهم فعاليات بعملهم جوائز مسابقات بحاول يعني قدر الامكان اني اسعدهم كنت اشتغل قبل السوشيال ميديا كنت اشتغل في مصنع خياطه رغم اني كنت اشتغل في مصنع خياطه الا انه كنت اروح من المصنع امثل اروح امثل على التيك توك انزل ثلاث فيديوهات اربعه زي هيك وبعدها كنت اشتغل في الاسواق كنت ابيع ملابس اشتغلت في الاسواق ابيع ملابس الهدف هو ترفيهي للناس هدفي انه اترفع عن الناس شوي اضحك الناس ارسم ابتسامه بالاول والاخير هذه موهبتي يعني هذا الاشي فيا المعوقات اللي واجهتني ما كان عندي جوال كنت امسك جوال ابوي واصور فيه كنت اصور فيه الاشياء الكوميديه هاي وانزل والحمد لله رب العالمين مره على مره مره على مره جبت جوال والحمد لله عملت غرفه متواضعه كاستديو اني اعمل فيه شغلي واعمل فيه المحتوى هذا ما في انسان بنجح من بداياته او انسان بده يبدا الا يتعرض لانتقادات تعرضت كثير لانتقادات ومشاكل لكن ما كان عائق لإلي كملت ووصلت الاسلوب اللي هو عفويته اسلوبي اللي بيختلف عن هذا اللي هو عفويته يعني اي شيء بيطلع معي بالتصوير بصوره اي ايش مكان فيعني هذا الشيء العفوي هذا اللي بيختلف عن باقي زملائي بالنسبه لمتابعيني انا دائما بعملهم اسئله يعني بجاوب على اسئلتهم دائما بنزل على الشارع بشوفهم بخليهم يتصوروا معي بتصور معهم بشوف اقبالهم
دائما مثلا انا حاطط رقمي مثلا بتصلوا علي كيف حالك، هذا في تواصل بيني وبين متابعيني بشكل حلو جدا. طموحي اني اكون شخص اصل لقلوب الناس. انا عندي 500,000 على منصه التيك توك، لكن ما بهمني العدد، بهمني اني اصل لقلوب الناس ان شاء الله واكون شخص محبوب بينهم.